كواليس وصور استقالة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوه في خطابه الشهير للشعب أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أن التصوير لم يتم في القصر الجمهوري أو مجلس الوزراء، إنما تم في منزل حمدوه، مما أثار حفيظة البعض لهذا السلوك الذي اعتبروه لا يليق بحجم رئيس وزراء للسودان، إنما فعل ناشط سياسي. وكذلك مشاهدينا، دعونا نتابع هذا المقطع الذي تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والذي اعتبره البعض مؤثرا، كما نقرأ لكم أبرز الردود على الاستقالة. شعبي الكريم، وبناء على كل ما ذكرت، فإنني قد قررت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء، مفسحا المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء لاستكمال قيادة وطن العزيز والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية الناهضة. أبرز الردود على هذا الفيديو لرئيس الوزراء المستقيل كان من أمجد عبد الله، حيث قال: عذبت الراجل المسكين، خلوا يمشي يشوف أولاده وشغله وين. بينما خبير الهوى قال: ماله زعلان كده، صاحبك فاكر نفسه هو المقطعة في السودان ولا شنو؟ سجين قال: غايته كان وجوده وعدم وجوده واحد، محن. بينما عمر قال: الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وعافانا. عبد الرحمن قال: والله ما فهمنا أي حاجة، جاء وفات ما معروف، للأسف كان غير شفاف، شبكنا سنعبر وننتصر وضوء آخر النفق وتشظي و المهم هسي نحن بنفتش للضوء اللي قالوا ده. عبد الناصر قال: يقدم استقالته من منزله بدلا من مقر مجلس الوزراء، يظلوا ناشطين ولو أصبحوا حكاما. هوانات السياسة هوانات.